ما هو حق اللجوء السياسي؟ يعرف اللجوء السياسي وفقا للقانون الدولي على أنه الحماية التي توفرها الدولة لمواطن أجنبي ضد دولته الأصلية، ولا يعتبر هذا الحق إجباريا لتحقيقه في حالة المطالبة به، أي أن للدولة الحق في الموافقة عليه أو رفضه، كما يعرف على أنه قانون دولي يمنح الملجأ المؤقتة للجنات السياسيين من قبل الدولة داخل أراضيها خاصة في السفارة الأجنبية. كما أطلق هذا المصطلح قديما على المكان الآمن الذي توفره الكنيسة المسيحية للمجرمين والخارجين عن القانون. ما هي أقسام اللجوء السياسي؟ ينقسم حق اللجوء السياسي إلى 3 أقسام، وهي اللجوء السياسي الإقليمي، وهو الحق الذي يعطى ضمن الحدود الإقليمية للدولة، حيث تعطى من أجل حماية الأشخاص المتهمين بجرائم سياسية أو الفرار من الخدمة أو التجسس. القسم الثاني من اللجوء هو اللجوء خارج الحدود الإقليمية، وهو اللجوء الذي يمنح في السفارات والقنصليات والسفن الحربية والتجارية في أراضي الدولة التي يراد منها اللجوء، وهو الحق الممنوع خارج حدود الدولة ويطلق عليه اللجوء الدبلوماسي. النوع الثالث من أنواع اللجوء السياسي هو اللجوء السياسي المحايد، وهو اللجوء الذي تمنحه الدول التي تعتبر محايدة أثناء الحرب، حيث تقدم اللجوء السياسي للدخول إلى أراضيها من قبل الدول المتحاربة شريطة أن يتم اعتقالهم طوال فترة الحرب. إن اللجوء السياسي في العصر الحديث هو الحق في القانون الدولي الحديث باعتباره أساسا للعدالة، ومن الجدير بالذكر أن الدول تقدم هذا الحق بشكل قليل فقط في حالات الضرورة القصوى للحفاظ على الحياة. ومن الأمثلة عليه الحق المعطى للاجئين من دول مختلفة بحكم سيادة الإقليمية للدولة المعنية، ومنح اللجوء السياسي للفرد الذي يسعى هاربا من الاضطهاد، بالإضافة إلى توفير الحماية والأمن لهذا الفرد.